اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورجعت وياكم من جديد مع فقرة حوار مع نجم. حوارنا لهذا اليوم راح يكون مع بطل من ابطال العراق والعرب واسيا، ومارس هذه الرياضة من صغر سنه، وهي لعبة الكيو كوكشين كاي. بطلنا لهذا اليوم علي صبري الخفاجي. اهلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا بيك، الله يخليك، الله يحفظك. شلونك كابتن، اخبارك؟ خير الحمد لله، تمام. الله يسلمك. كابتن، بالبداية المشاهد يحب يعرف منو علي صبري الخفاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. المدرب الوطني للدول العراقي للكيوكوشين كاي كاراتيه علي صبري الخفاجي، افضل مقاتل بالعراق لعام 2018 في رياضه الكيوكوشين كاي، والحمد لله. والحمد لله. طيب كابتن، انا بالبدايه طبعا شكرك شكر جزيل، لان انت خليتني انه ارتدي هذا الزي، وكذلك اعطيتني الحزام الاسود خصيصا، فشكرا لك. اهلا وسهلا، الشرف بيك. انا وسهلا بك، ما شاء الله تيم عليك مميزه جدا. شكرا جزيلا. هذا الحزام طيناك اياه يعني فخري. انت ما دام تحبين رياضه الكيوكوشين كاي، نعم. انا شام تبقى ذكرى عندك. شكرا جزيلا، اكيد هاي ذكرى انا راح احتفظ بيها. بس اكو فد موضوع، انه ما شاء الله لواعيب انه عندك موجودين هنا، انا بساعة مبخته حاض عندها انه راسا ارتدى الحزام الاسود. راسا حاضر عليك. طيب هسه انا اول شغله انتبهت عليها، انه شفت الاحزمه الوان مختلفه، سولف لي عن هذا الموضوع. نعم، احنا الاحزمه يبدي بالتدريج، فالحزام ابيض، احزام برتقالي، ازرق، اصفر، اخضر، بني، اسود، يعني نعم. اللاعب يوصل يعني كل حزام يخيض الى نزال كاتي كيهون كماتيه القتال. حلو. اساس الكيوكوشين كاي واضح شلون؟ نعم. لحد ما يوصل القتال، هذا كل حزام وبمده معينه. نعم. واضح شلون؟ تجي الشهاده مالته من الاتحاد العراقي المركزي للكيوكوشين كاي كاراتيه من الاولمبيه. نعم. احنا ارتباط مباشر بالاتحاد العراقي المركزي واللجنه الاولمبيه. اها. يعني تجي الشهاده مالته معتمده، شلون الشهاده مال المدرسه نفس الحاله مصدقه. نعم. يجي حزام برتقالي، حزام ازرق، اصفر، مثل ما شرحت ليش؟ يعني فت سنتين او سنه ونص يقدر ياخذ الحزام الاسود، فمو شيء سهل. حلو. طيب شنو مضمون هذه الكلمه اللي هي كيوكوشين كاي؟ كيوكوشين كاي يعني رياضه كيوكوشين كاي. احنا بنسميه رياضه قتال الشوارع. نعم. بالزمان السابق كانت رياضه كل شيء ممنوعه، لعبه غير اولمبيه، احنا تعتمد على قوتها، ما بيها وسيله حمايه للاعب، مثل الملاكمه اولمبيه، التايكواندو اولمبيه، كل شيء كمان داخل اولمبيات. لان ما بيها شيء يعني سلامه للاعب. نعم. لا بيها واقية مع الرأس، لا بيها لاحظت هذا الشيء، لا بيها كيف، لا بيها واقية مع الجسم، لعب مباشر، قتال بحت شارع، سقف فنون قتالية كيوكوشين كاي. طيب الإقبال على هذا اللعبة من قبل النساء أكثر أو الرجال؟ نعم. أنا شفت أن العضو النسوي موجود. نعم، إحنا عندنا نساء ورجال، أكو بيهم يقبلون يعني التصوير طبعا. نعم. إحنا عندنا كلا جنسين، أنا أفضل تدريب مال نساء ورجال يكون مختلط. إحنا نطلع برا خارج العراق أشوف تدريبهم كله مختلط، أنا معلم الثقافة هاي تدريبنا مختلط. احنا كلنا هنا، احنا نعتبرهم كلهم اخوتي بالفعل. نعم. طيب انا شفتك انه من تدربهم اكو فد مصطلحات تقولوها بيناتكم كله ياباني، احنا ما عدنا نقول مثل واحد اثنين او يمين يسار. يعني قدمت كله باليابان لغتنا احنا. حلو. طيب هنا شلون ما راح يفهمون عليك لو اكو فد دروس كورسات يعني؟ لا، احنا من خلال ممارسه. نعم. مثل اللاعب مثلا يجي مثلا مو شهر، اللاعب احنا يجي نساله انت هاوي او لاعب مثلا يجي اهله جابرين هالرياضه، لا. نعم. احنا نريد لاعب يحب هاي الرياضه. انا اول ما يجي اللاعب اسئله انت تحب هاي الرياضه؟ لو جاي تريد بس تتعلم تروح تطبق، لا، أو تحب كره القدم، كره سله، كره يد، اي شيء تحب انت روح مارس. نعم. نبات اهل الجابري على شيء انا اقول لهم لا انا ما استقبله. حلو. فمن خلال الممارسه راح يحب يعني يتعلم الكلمات مثل بالياباني اتش ني سان شي غورك سات شاتش كيو جوكي مثل من واحد لعشره. نعم. تقول له يمين ميجي هي دار يسار. كله بالياباني. حلو. جيدان اسفل، وسط شودان، الرأس جودان، كله ياباني يتكلمون. لازم يتعلم. حلو. طيب الاعمار من يا عمر مسموح لحد يا عمر؟ احنا نستقبل 5 سنوات الى حد 70 سنة 80 سنة يدربون، ماكو مشكله. حلو. شفناها بالمعسكرات الدوليه اللي مشارك بيها اني. باليابان 90 سنة يدخل حتى يخيض نزاله، ماكو مشكله. رياضتنا ما تقيد بعمر. مو مثل باقي العاب، التايكوندو يعني لازم رياضه مرونه عاليه، باقي احنا رياضتنا كل مكان الجسم يقدر يلعب به. حلو. طيب يدرج يعني عمره 50 سنة يقدر يلعب. انا عندي يعني تلاميذي عمره 50 سنة 55 سنه 60 سنه ماكو مشكله. حلو. وابطال يعني انا اتعهد للاعب يدرب يمي. انا نظريتي اقول له شهرين تدرب يوم تدريب نطلع انا وياك بالشارع. نعم. للمجامله احنا. حلو. احنا عندنا دورات هنا ثقافيه للاعب. اها. يعني تدرب شلون تثقفون اللاعب؟ احنا عندنا كادر متخصص، اللاعب يشوفه مثل
مشاكس يعني من حركته من هذا، احنا ندخله نحكي وياه بكل ادب وكل اخلاق، ندخله دوره ثقافيه. حلو. نقول له اليوم عندك دوره ثقافيه، تدخل تجي دكتوره خاصه بالثقافه، انت اليوم ما يصير تسوي هيك، ما يصير تضرب صديقك، ما يصير تضرب اختك بالبيت او اخوك بالبيت، يتعلم. طيب كابتن، اريد اعرف مضمون هذه اللعبه. مثلا المجاميع القتاليه الموجوده عندك، عندهم مثلا فد اعمار معينه، او مثلا فد غذاء معين؟ نعم. فد نظام معين يمشون عليه؟ احنا مثل كلاعب متقدم او كلاعب عنده بطولات، حسب ارشاد المدرب. حلو. فيقول له انت عندك نقص، لو عندك مثلا وحدتين تدريبيه الصبح بالليل، مين اللي يؤدي وحدتين تدريبيه كل وحده ساعتين؟ يحتاج لك طاقه، يحتاج لك مثل بروتين. نعم. يحتاج لك احماض امينيه يعوضك بالتدريب، واضح؟ انت الاحماض الامينيه تسعى بالجسم تفقدهن، تعوضهم بالتدريب لازم. نعم. يعني جدا شيء عادي، مو مثل احنا كمال اجسام تاخذ هرمون البروتين، لا احنا ما عندنا هذا الشيء. اها حلو. كبروتينات ماكو مشكله، بس الهرمون هاي ما عندنا هذا الشيء. اها اوكي. زين، قبل التمرين ممكن ياكلون بدون اكل يجون؟ لا، اللاعب كيوكوشينكاي قبل 4 ساعات او 5 لازم ياكل، لان احنا شغلنا مباشر على الجسم. مثل مو مثل احنا عندنا واقي يضرب، لا. نعم. شغل مباشر على كل الجسم، يعني ذاك 4 ساعات اقل شيء 5 ساعات، لان حينضرب على معدته. نعم. فما يتحمل هذا. طيب. اللاعبين الصغار نقدر قبل ساعتين، ماكو مشكله. عادي يعني الاطفال. نعم. طيب الأطفال بالنسبه تدريبهم يختلف عن تدريب الكبار. طيب خلال تدريبك للمجامع القتاليه شفتك انه كلش عنيف وياهم؟ ماكو عنف هذا الشيء. ست احنا رياضتنا عنيفه. نعم. لان قتال شوارع. حلو. اذا ضرب اللاعب على الشيء احنا نسميه بالعاميه نازك، نعم، ما عندنا هذا الشيء احنا. حلو. لازم كل تدريب، واضح شلون، تدريب قوي، نطلع بالشارع او بالبطوله، متعلم على اجواء بالقاعه، متعلم على اجواء القتال، واضح شلون. يعني اللاعب انا احكي وياه يجي يسجل او هذا، اقول له كيوكوشينكا بالشارع توقف تضرب ضربه واحده، اذا ضربت اكثر من ضربه والخصم ما وقع، انت اي واحد يقدر يتعارك بالشارع، بس احنا قلت لك احنا على دورات ثقافيه. نعم. لا، اذا يعني يفتر الامر تضرب ضربه واحده بس كيوكوشينكا. نعم. لازم تمام تنهي. حلو. زين، اكو فد مصطلح انا شفته انه المجامع القتاليه شو يقولون هذا؟ أوس. اي أوس. احنا عندنا مثل عندنا يطول يدخل القاعه. اي نعم. أوس يحيي الدوجو المدرب. نعم. عفوا، يحيي الدوجو. أوس يفتر على المدرب، يحيي المدرب. وين المدرب قاعد تجاهه؟ انا طبيت أوس، المدرب قاعد أوس مرتين بصوت عالي. حلو. مثل انا اشوف مدرب ماتي او الاستاذ ماتي او هذا، ما اقول له السلام عليكم. أوس انحني له. حلو. احتراما له. يعني انا طلعت مثلا مدرب من اصمت اباوع بنص رجله. حلو. احتراما له. الله. اللاعب ويا اللاعب باع بعينه. اي نعم. قص نظره شرسه، واضح. نعم. شلون؟ قص يخاف، بس انا اشوف المدرب ماتي قص انحنينه وباع بنص رجله. حلو. لان انا طلعت من جوا ايده. بالفعل، يعني حتى انا شفت الاخلاقيات بين المقاتلين، يعني اخر شيء انه يتباوسون. احنا الاعداد كيوكوشينكاي في نقطاليه مبنيه على الاخلاق. حلو. ماكو يعني ما عنده اخلاق، مو هذا لاعب في نقطاليه، لاعب في نقطاليه يوصل بالشارع مرحله ينضرب وما يقدر مثل ما يقدر يدافع عن نفسه، كي يخاف راح يؤذي المقابله. حلو. والله شلون يعني. نعم. حكي ارشيش على رياضتنا. نعم. والله شلون رياضه. نعم. عنيفه. حلو. بالنظام السابق ممنوعه رياضه كيوشينكاي، نضربها بالخفيه احنا. اها حلو. ممنوع. لان هاي معلومه حلوه. طيب. نعم. كابتن، لعبه غير اولمبيه. نعم. يعني لعبه كثر قوتها غير اولمبيه. اها. طيب كابتن، شنو الفرق ما بين هذه اللعبه والكاراتيه؟ كاراتيه اكو كاراتيه شوتوكان. نعم. عن الكاراتيه، كاراتيه تاتش، عندهم كيف وعندهم واقيه وعندهم واقيه مال راس، فقط تاتش، اذا ضرب قوي هذا فاول. اها. تاتش يعني هي لمسه فقط، بدون فقط. بدون الم ضربه. نعم. قويه. نعم، بس تاتش. اها. كيوكوشينكاي لا واقيه ولا بد، لعب بحت مفتوح. نعم. ايد رجل. حل. كل الجسم. حلو. طيب شعبيه الكيوكوشينكاي من هذه الفقره، شعبيه بعد كره القدم. اها. شعبيته الان. حلو. بالعراق بعد كره القدم رياضه كيوكوشينكاي. حلو. هاي معلومة حلوة. طيب أنا أشوف يمكن البنات يستفادون من هذا اللعبة، ممكن يتعرضون لهواي حوادث في الشارع، بالجنطة، بالتاكسي، تمشي هي بالشارع، تقدر مسيطرة. كل صغار مسيطرة تمام. حلو. لازم تدرب يمي مسيطرة. أنا طش تعهد أي لاعب يدرب يمي يطلع للشارع اتعهد لاني. اها حلو. انا اقسم بالعشره صراحه، اني قبل شويه وياك يعني فتشي كلش حلو صراحه. انا كلش حبيت اللعبه بسبب تدريبك، بسبب روحك القتاليه، بسبب الحماس والحب لهذه اللعبه خصيصا. انا اشقي كيوكوشينكاي، انا حياتي كلها، انا حتى بالغرفه الخاصه ماتي كيوكوشينكاي خال. اها. يعني حتى بالسيارة ما تكيوكوشينكاي. حلو. شيء جنون. حلو. يعني واحد من يدخل هذا المجال يعني اذا ما يحبه بجنون ما يقدر يكمل بيه. يعني الرياضة تحمل اكيد اذيه اصابات، واضح شلون. قاعد على اللاعب، المهم اللاعب يجي يضرب شهرين ثلاثه ويروح، لا. نعم. اللاعب اللي يستمر به اصابات. انا عندي مثل رجلي مكسوره، ايدي مكسوره، كلاعب يستمر به مرحله يصعد لانس، واضح. نعم. شلون. نعم. لازم يتحمل عشق.
أنا عندي أغلى شيء هسه بحياتي كيوكوشن كان. حلو. طيب منو كرمك من الوزراء من الدولة؟ أنا الحمد لله 2018 كرمني وزير الشباب والرياضة. نعم. ميدالية الذهب. والآن أنا مدرب في وزارة الشباب والرياضة. حلو. ما شاء الله عليك. وكرمني مجلس النواب أيضا بالشهادة الإبداع والتميز لعام 2018. نعم. والحمد لله والشكر. كتكريم. الحمد لله والشكر. حلو. الموفقية لك والنجاح. وطبعا أنا كل السعيدة بيج. لأن التقيت بيك. إحنا الأسعد بيك اليوم. شكرا جزيلا. الله يخليك. نشرف بيك. شكرا كابتن. أوس. أوس. مشاهدينا الكرام أكيد وصلنا لنهاية فقرتنا لهذا اليوم، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.